وسائل الإعلام كيتبات أنه كاين مشاكل حقيقية، لأن مجموعة من الناس اللي صوتوا الأغلبية كانوا كيحاولوا يورطوا السلطات وكانوا كيحاولوا أنهم يضغطوا عليها، واليوم في ظل عدم تواجد وسائل الإعلام رفضنا أننا نصوتوا، رفضنا أننا نشهدوا على هذه المهزلة الحقيقية اللي عاشتها مدينة سطات. وتحديتهم وسط القاعة، قلت لهم اللي كيعطيو واحد الناس ديالهم اللي ناطقين بالاسم ديالهم انهم يجبدوا ويقولوا لنا ان التيال شاب ولا الفتيني شاب، قلنا لهم تكلموا، تحت فيهم ما قدر يتكلم وسط القاعه، لان فعلا هاد الناس واجهوا الشرفاء ديال المدينه بالاشاعات، واجههم بالخطابات الواهيه، واجهوا ما عندهمش مشروع للاسف الشديد. الناس مدواو تسالوا بالتصفيقات والزغاريت، ما عندهمش مشروع وما بغاوش يتكلموا. وقلت لهم، صرحت لهم بصريح العباره ان عضو منهم صيفط لي فيديو البارح في الليل كيقول لي وكانه كيحاول يضغط عليا باش نصوت لصالح جيامه. وللاسف الشديد اننا غادي نرجعوا سنوات للوراء، للاسف الشديد في ظل نموذج تنموي جديد غادي نسيروا بالعقليه ديال 92. وشكرا وتحيه نضاليه لكل وسائل الاعلام. وحنا ناظرنا بانكم تكونوا، كنتمنى هذا الكلام اللي كنوجهوا لكم دابا انكم كنتبغيكم تشهدوا عليه داخل القاعه ديال الاجتماعات. هاد الناس هما هادشي مطابخين ليه، وانتم عرفتوا العمليه كيفاش دازت من الاول، ان هاد الناس مجرد ما تم الاعلان حنا مازال الله تنتسناو في النتائج اذا بهم تتلقاو هاد الناس غادروا. وهاد المجموعه للاسف اللي كانت مع السيد تناول اليوم، مبروك عليه خدا الرئاسه ديال المجلس البلدي ديال مدينه سطات، مبروك عليه بتواطؤ مع الشباب للاسف اللي التلاعب ديالهم تيجيو عندنا اليوم اللي سميتو اللي تيجي عندنا وتوصل لهم الاخبار، وانه هو السبب باننا ما ديناش الرئاسه، وكذلك المستشار اللي ضربوها اعتدوا عليها وصيفطوها للمستشفى، وبالتالي ان الكفه ديالهم تغلبات. وتنقول لكم اليوم المواقف ديالنا غتبقى ثابته، المواقف ديالنا النضاليه غتبقى مستمره مع المواطنين والمواطنات داخل القاعه وخارج القاعه. وتنقول للمواطنين بالخصوص الناس اللي صوتوا علينا، حنا معاكم والحقوق ديالكم ما غتضيعش، حنا ما تنخافوش. واخا التهديدات اللي كانت داخل القاعه بالنيابه العامه والامن، تنقولها اليوم وتنعاود نقولها، جواد الفتيني ما تيخافش، جواد الفتيني صوتت عليه ساكنه، جواد الفتيني حطته الساكنه، جواد الفتيني ما تيتبعش الاوامر لا من مسؤول ولا من سلطه ولا من واحد محط الترشيح ديالو. وتنقول للمواطنين والمواطنات ولا المرشحين كما كان النوع ديالهم، لا عطي جواد الفتيني شي حاجه يجي يديرها، ولا عمر جواد استفد من شي حاجه هو الخوت ديالو يجي يديرها، وغادي نبقى مستمر في المعركه النضاليه ديالي في المعارضه، وغادي نجيب المواطنين يشهدوا. ودرت ثبت مباشر، تواصلت مع الساكنه، لانني قبل ما ناخذ القرار الاخوان ديالي انني تواجهت مع الساكنه، دقيت باب لان صوتوا عليا، ومع الحزب ديالي ومع الناس اللي كانوا معايا في اللائحه، وخذنا القرار الصائب بان المواطنين قالوا الثانوي علامة استفهام، لا وما تكونش مغالطة الإخوان، حنا سليمان ما مشيناش معاه باش ما تكونش المغالطات. حنا قلنا لمجموعة من الإخوان، قلنا لطالبي ترشح نمشيو معاك، قلنا لطالبي ديال الأحرار ترشح نمشيو معاك، قلنا الأمامي ديال الاتحاد الدستوري ترشح حنا معاك باش ما تكونش المغالطات. جمعنا حنا الشباب الغيورين على ديال سطات، قلنا تكون وجوه جديدة، أعطيونا غير وجه جديد كما يكون ونكونوا معاه الشباب. وبما أن الناس امتنعوا اللي انتم عارفين كيفاش ضربوا، طالبي ما بغاش ترشح الرئاسه، الامامي شوف باش تخلص، لان تخلصوا باعوا للسيد اللي تيقول لك بغى يضرب على الرياده، ومشى مع الناس اللي ضد النهضه السطاتيه، ولانهم كانوا عارفيني اول واحد غيدافع عن النهضه السطاتيه هو الفتيني جواد، لانه ما تيخالفش حتى من واحد. وتنقول لهم بالسلاح ديالكم كيفاش ما كان، ما تنخافش منكم، ورغم انني في المعارضه غادي نكون ان شاء الله وغنحقق للمواطنين اللي صوتوا عليا. وتنقول لهم انا معاكم في السراء والضراء كيما نتوما معايا في السراء والضراء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.